بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذا الأثر: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. في هذا الأثر دليل على أن الإنسان بشكل عام أسير نعم الله التي لا تتناهى، وكيف لا وهو سبحانه وتعالى مصدر كل نعمة وخير وفضل. وفي التنزيل قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. سواء في هذا أن تكون النعمة بطريق مباشر أو عبر شخص آخر، فالشكر لله أولا وأخيرا، ثم لمن جرت على يديه هذه النعمة. وهذا هو أمر الله في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وهنا لابد من لفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو ضرورة مكافأة صاحب الجميل بما يتناسب وقدر العطاء أو قدر من تفضل بهذا العطاء. معنويا كان الجميل أو ماديا، فمن جاد على شخص بتعليم أو بمال أو مساعدة لابد من مقابلة ذلك بالاعتراف أولا بالفضل، ثم محاولة رد الجميل في صورة عطاء مماثل أو في صورة هدية، سواء أن يكون ذلك في مناسبة أو في غير مناسبة، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن ثم يطيب لنا أن نذكر بالهدي النبوي في ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام رائدا في هذا الشأن. ومن أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تولى رعاية ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تولى رعايته وتربيته وتزويجه، ردا لجميل عمه أبي طالب يوم أن كفله بعد جده في طفولته. زد على ذلك ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا له. إذن لابد من الجمع بين المكافأة والشكر، وعدم الاكتفاء بالشكر إلا عند العجز عن المكافأة. حبذا لو ظل هذا ماثلا في ذهن الإنسان بقية عمره، ليدوم الخير بين الناس حتى قيام الساعة. وفي باب المكافأة كذلك ورد أنه لما قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة، قام يخدمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقيل له: يا رسول الله، لو تركتنا كفيناك، أي لو تركتنا نقوم بخدمتهم لكفيناك أو فعلنا ما تريد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين. فكانت المكافأة من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.